اهلا بكم مشاهدينا في الجزء الثاني من الملعب. ضيوفنا حسن القرني وحمد الدبيخي من الدمام، حظ الالقاب للجميع. اليوم لعبت مباراه واحده وهي المباراه المؤجله في دوري المحترفين السعودي، كانت بين الاهلي والاتفاق. الاهلي لعب على ارضه وخارج ارضه، واستمر في التعثر في الدوري بعد الخروج من اسيا، والاتفاق عاد مرة أخرى بعد خسارتين ماضيتين، عاد إلى أجواء الانتصارات، وأي عودة عن طريق وصيف آسيا. على ملعب الملك عبد العزيز بالشرائع استضاف الأهلي نظيره الاتفاق في مباراة مؤجلة من الجولة الثامنة ضمن منافسة الدوري زين السعودي. المباراة شهدت عودة فارس الدهناء لمستوياته المتميزة، فاستطاع أبناء الساحل الشرقي أن يظفروا بثلاث نقاط خارج قواعدهم وسط غياب تام للراقي الأهلاوي. 17 دقيقة فقط احتاجها الكوماندوز كي يفتتح التسجيل من ضربة جزاء أحرزها البرازيلي سوزا. وفي الدقيقة 24 الاتفاق يكرر الإبداع عبر نجمه يوسف السالم الذي أحرز هدفا آخر عمق به جراح الأهلي. هدف جميل، هدف جميل، هدف ملعوب، هدف ملعوب للاتفاق، متفقين عليه، متفقين عليه في طريق الطائف، في طريق السيل. بعدها بست دقائق صافرة عباس إبراهيم تعلن عن ركلة جزاء أهلاوية تقدم لها فيكتور، لكنه بكل قوة يرسلها خارج المرمى. لتقف الدفاعات الاتفاقية بعدها سدا منيعا أمام مهاجمي الأهلي. الشوط الثاني ياروليم يحاول إنقاذ ما يمكن إنقاذه، الحوسني يدخل بديلا، لكن الأهلي هو الأهلي. محاولات تبوء بالفشل وكرات تتطاير هنا وهناك دون جدوى، وصمود اتفاقي يمنح فرسان الدهناء ثلاث نقاط وعودة قوية لدروب الانتصارات. نقول ألف مبروك للاتفاق، حظا أوفر للأهلي. الاتفاق أصبح في المركز الخامس بعد هذه المباراة، أما الأهلي فهو في المركز العاشر. نتابع الآن ردة الفعل بعد نهاية المباراة. طيب سنتابع بعد قليل إن شاء الله ردة الفعل حتى تجهز. أسأل ضيفي، أبدأ أولا مع حمد. حمد، ألا يبدو لك الاتفاق يعني فريقا محيرا يظهر في مباراة أمام الفرق الكبيرة ويقدم حضور جيد ويغيب في مباراة أخرى أمام الفرق المتوسطة، ما رأيك بشكل عام في مباراة اليوم؟ طبعا بالنسبة محير، طبعا مو بس هو، أغلب الفرق طبعا محيرة، حتى الدوري اللي يقوده الآن فريق من خارج قائمة الكبار اللي هو فريق الفتح قدم نفسه بشكل جيد. الأمر المباراة اليوم كانت من فريقين يمرون بمباريات سابقة من خسائر، نعم، فكان التخطيط الأول لأي مدرب أنه كيف يوقف الخسائر. مدرب الأهلي لا، بحث عن الفوز. فالمدرب الاتفاقي أنا وجهة نظري قرأ المباراة وفق ظروف السابقة للمباراة، نعم، سكر ملعبه ولعب على الكرات المرتدة وحصل النتيجة طبعا، وهي الأهم بالنسبة له. طيب اليوم الاتفاق فاز لأنه كان أفضل فنيا ولا لأنه الأهلي كان في وضع سيء واستغل الاتفاق هذه الظروف فقط؟ نعم، بالنسبة للاتفاق أنا أشوفه مش مسألة أنه جيد أو غير جيد، لكن مقارنة في مؤشر معين مثلا أخوي عادل أنه لازم يكون مستوى تصاعدي، أنت ذكرتني أنه مستوى محير، فبالتالي ما في معيار معين ننطلق من خلاله. طيب، لكن أنا قلت لك حسابيا ظروف المباريتين والأسيوية الآن اللي أنت تتكلم عنها، قلنا لك أنها بتأثر على الفريق اللي جاي من آسيا، نعم، خسر من التعاون، من الهلال بالأربعة، مش عيب يخسر من الهلال بالأربعة واليوم يخسر من الاتفاق. فبالتالي أنا قلت لك في ظروف بناء عليها أنت تضع خطة المباراة، الخطة بالفريقين اثنين من المدربين أنهم ما يخسرون،
لكن الأهلي يفكر يفوز. العامل الثاني أخوي عادل، الفريق الأهلاوي نفس الأسماء نفس المدرب، مقاعد مدراء جيدين، لكن العامل النفسي سيء. دليل تسديدة ضربة الجزاء بتوتر سددها فيكتور، عملية الإنقاذ على لاعبين الاتفاق وهم خسرين الأهلي ما نفذها لأنهم انذبحوا نفسيا. طيب هذه وجهة نظري. طبعا طيب ايش رايك حسن في اللي قاعد يصير مع الأهلي؟ هل يبدو لك يعني في قسمين الآن بعض الجماهير والآراء بأنه هذا وضع طبيعي لأي فريق يأتي من وصافة آسيا إلى الدوري المحلي، ورأي آخر يقول المسألة طولت، يعني الآن هذه ثالثة ورابع مباراة الفريق يخسر، وضع مش طبيعي ويحتاج إلى تدخل، ما رأيك؟ أولا لنبدأ بالمباركة للاتفاق وحصول على 3 نقاط، بالتأكيد أنه حصل على أمر مهم جدا أن تفوز على وصيف آسيا وخارج أرض أرضه كما ذكرت بين جماهيره في ظل حضور جماهيري طيب. أنا أعتقد أنه حقق الاتفاق يعني قفزة مهمة وحقق مبتغى من المباراة، واللي شاف المباراة وتابعها يعرف أنه الاتفاق يعني كان واضح، يعني كمنهجية وطريقة لعب، يعني كانت هجمات مرتدة تنظيم ثم الدفاع بأكثر عدد ممكن ورجوع بهجمات مرتدة وحقق له حقيقة ما أراد. طيب الأهلي هنا المشكلة حقيقة وهنا الأسئلة، يعني لا يستطيع أحد أن يؤكد أنه هذا الأهلي، بل أنه في كثير من الجماهير حقيقة ونقرات كثير من التعليقات تؤكد أنه الأهلي ما زال في كوريا، لم يأتي حتى الآن يعني للأمانة، ولكن أنا أقول أنه حضر الأهلي لكنه لم يحضر، يعني هو موجود بيننا ونراه لكنه ليس الأهلي الذي نعرفه. أنا أعتقد أنه الأهلي خسر اليوم لأسباب مختلفة، يعني واضح أنه الفريق منذ عودته ولعبه من مباراة التعاون تحديدا بتشكيل وبأسماء مختلفة لظروف معينة، يعني من ذلك التاريخ، ونعتقد أن الأهلي يتراجع شيئا فشيئا. جاءت نتيجة الهلال اللي شاف الشوط الأول يشعر بأن الأهلي موجود، بينما في الشوط الثاني حصلت بقية الأهداف. اليوم الأهلي أول 20 دقيقة أيضا موجود وكان قريب من التسجيل لكنه فقد الاتزان في 5 دقائق، وهذه مشكلة حقيقة موجودة عند أغلب الأندية، أنه متى ما خسر الفريق بهدفين متتاليين وكذا يحصل دروب معنوي ناهيك عن مطالبة جماهيرية بتقديم النفس. طيب الموضوع اليوم موضوع يعني ما زالت أثار نفسية ولا في مشاكل في الفريق والخسائر هي اللي قاعدة تكشفها؟ أي شخص ينتقص الجانب النفسي في الأهلي اليوم يغالط نفسه، يعني للأمانة واضح أنه هناك خلل على مستوى معنويات اللاعبين، لأنه المدربين المدرب هو المدرب واللاعب هو اللاعب هم اللاعبين، الجهاز الإداري ما تغير ولسه احنا بقى لنا شهر نتكلم عن الأهلي وكأنه ولذلك من العجب العجاب أنه يتحدث الناس مثلا عن صانع لعب يعني كان يصنع الفرق، من العجب العجاب أنك تصنع أنه هذا الفريق اللي قدم نفسه أمام الاتحاد في نصف النهائي مثلا بذلك المستوى بتلك النتيجة، من العجب العجاب أنك تقول أنه ما في شيء في الفريق وأن الأمور كما هي. أبدا، أنا أعتقد أنه هناك خلل وأتصور أن الخلل له يعني عدة أوجه يتحمله الجميع بدون شك. طيب لاعبين، جهاز فني، جهاز إداري. أنا أعتقد أنه الهزة التي أحدثت هذا الوضع في الأهلي هي هزة التغيير لبعض أجزائه سواء كانت معنوية أو كانت إدارية. طيب يعني بمعنى أتكلم مثلا عن, عن, عن شخص كان موجود في الأهلي كان يمارس عملية البرمجة العصبية يسمى محمد المسرحي، ورجل حقيقي يقدم جهد فني نفسي بالنسبه للاعبين بشكل يعني يعرفه الجميع في تلك الفتره. طيب الرجل هذا ذهب من الاهلي من متى؟ العام الماضي في نهايه يعني مع نهايه المباراه النهائيه للكاس دوري خادم الحرمين او قبلها ذهب. انا اتصور انه هذا ايضا سبب، مساعد المدرب ايضا تم تغييره، ابعاد بعض الاداريين داخل الفريق مثلا. أنا أعتقد أنه جرت العادة أنه التغيير الكثير في ظل سير فريق بمنظومة معينة خطأ كبير، وهذا ما وقع فيه الأهلاويون. طيب عموما خلني بشوف وهو ما أحدث هذه الهزة في ظني يعني. طيب بنشوف ردة الفعل بعد المباراة من الجانبين وبعدين نرجع نتكلم إذا في شيء يعني يستحق الحديث. الفوز يعني احنا توقعنا جايين نحقق 3 نقاط، الحمد لله تحقق اللي احنا جايين عشانه، واتوقع ان تعب الرحله ما راح اهدر والحمد لله على كل حال. يعني
طبيعي احنا نلعب بعد خسارتين في الدوري، قدمنا مستويات ما قدمنا مستوى مباراة النصر، قدمنا مستوى بدون نتيجة في مباراة الفتح، والحمد لله ما نقول ظلمنا ولكن الحمد لله قدمنا مستوى ما الله أرادنا نكسب. اليوم تلعب ضد فريق بطل فريق الأهلي، طبيعي انك تلعب في ملعبك بحيث انك تلعب على الكرة المرتدة، وهذا اللي حصل الحمد لله. لما شفنا بداية اللعب وقفنا في تمركزنا في ملعبنا نلعب على الكرة المرتدة، الهدف الأول الهدف الثاني الحمد لله جانا اللي نبغاه، وقفنا في منطقتنا بحيث انه نأمن الباب، ولا واذا في هدف ثالث بالعكس يكون افضل لنا، ولكن هذا تكتيك المدرب بحيث انه نوقف في منطقتنا يعني. فالاهلي في وضع ما هو وضعه الطبيعي اي نعم، ولكن الحمد لله كنا في زي طبقنا تكتيك المدرب وكنا في المستوى المطلوب واخذنا 3 نقاط. لو كان الاهلي في مستوى برضه طبقنا التكتيك المطلوب ممكن نكسر الاتفاق فريق كبير والاهلي فريق كبير الحمد لله. على كل حال يعني زي ما انت شايف بدايه المباراه كنا ماسكين كوره وماسكين اللعب بدايه المباراه، هجمة مرتدة وجات منها ركلة الجزاء وسجل الهدف الأول، بعدها تقريبا بعشر دقائق يعني برضو هجمة مرتدة وجاء منها الهدف الثاني، لخبطة وراقنا وراق مدرب، اجتهدنا حاولنا أننا ندرك التعادل، لكن زي ما انت شايف فرص كثيرة جاتنا ما استغلينا حاجة منها. غياب روح لعيبة النادي الأهلي، إيش أسباب غياب الروح؟ ما هي مسألة غياب روح يعني، هي كل المسألة توفيق من الله، الله ما وفقنا والحمد لله على كل حال. طبعا بيقول هو يعني كل العالم ملاحظه، هم لاعبين والجمهور والصحافي، انه في هبوط بالمستوى بعد الخساره بكوريا. طبعا هم بيحاولوا انه باسرع وقت ممكن يطلع من ديناميكيه الخسارات المتتاليه، بتمنى انه بالمباراه القادمه ضد الاتحاد في الديربي انه هي تكون يعني انطلاقه ويرجع الامور لنصابها زي ما بيقولوا. لا شنوس كتيمون ولاس كونكريتاموز بيحكي انه ما استغلنا الفرص، الفريق الثاني استغل فرصتين، اول شوط سجل هدفين سكر ورا، جتنا ضربه جزاء ضربه بينالتي ما استغلناها، وبقول لك هو هيك الفوتبول اللي ما بيسجل يعني بالنهايه حياكلها على راسه. الحمد لله زي ما قلت الحمد لله اخذت فرصتي كامله، اعطاني الثقه المدرب بمساعدة زملائي ما قصروا معي كثير، تحملوني في الملعب كثير بعد فترة انقطاع طويلة، الحمد لله بدأت استعيد بعض مستواي. ناس بيردادير فيكتور تود اكيبا، هي مش مسألة انه فيكتور كشخص، هي مسألة فريق بأكمله، ولو نربح بيربح الفريق كله، لو نخسر هو بسبب انه الفريق كله خسر. هم 18 لاعب اللي بيكونوا موجودين زائد اللاعبين اللي غير موجودين، فهي مش بيحكي انه مش مسألة انه انا بس، انه بس فيكتور هو كشخص يعني، هي مسألة فريق بشكل عام. إلى حمد الدبيخي مرة أخرى، نتحدث عن الأهلي اليوم، هناك مطالبات من بعض الجماهير أو على الأقل مجرد ظهور أنباء باستقالات وإبعاد وغربلة، ألا ترى بأن ردة الفعل هذه مبالغ فيها على اعتبار أن الفريق يعني بالكاد خسر كم مباراة، وأنه يعني جاي ظروف نفسية معينة ولا يستحق كل هذه التغييرات، لأن أي تغيير الآن سيضر الفريق بشكل أكبر؟ طبعا بالنسبة ردة فعل الجماهير طبعا هي بتكون دائما يقلبها الطابع العاطفي وهذا أمر متوقع، لكن أخوي عادل في جزئيتين. الأهلي دائما تشوفه لا تسأل كيف فاز، اسأل كيف يخسر. انت روح مباراة نجران وروح اليوم مباراة اتفاق بتعرف إجابة السؤال. اثنين، لما ترجع إحصائيا الموسم الماضي عد الأهداف اللي سجلها الأهلي، سجلها كماتشو أو صنعها كماتشو، في فرق. صحيح الأهلي فريق مميز وفريق وإلى آخره، لكن نستشعر بهذا بقيمة كاماتشو في فريق الأهلي بشكل واضح لما نرجع للعدد الأهداف اللي سجلها الأهلي، كان صنعها كاماتشو أو سجلها كاماتشو. البديل، هل صنع الأهلي قدر أنه يصنع بديل لكاماتشو؟ لا، ما قدر يصنع بديل، بالعكس حتى أثر على عطاء الفريق ككل، عطاء أهم لاعب في الموسم الماضي اللي هو تيسير الجاسم. طيب، لكن هل الأهلي قادر؟ في فرصة طبعا، الأهلي فريق كبير عنده إمكانيات إنه يرجع وإنه يجيب لاعبين في الفترة الشتوية. يعني أنت حمد يعني بنسبة كبيرة تحمل غياب لاعب مثل كاماتشو الوضع اللي يظهر فيه الأهلي، أليس هذا يعني مبالغ فيه بصراحة، أنه لاعب واحد فقط يغير كل هذا التغيير في الفريق؟ لا، أنا أقول لك على واقعية، أنا ما قلت لك الحين، أنا قلت لك ارجع للأهداف اللي سجلها الأهلي كم عددها الموسم الماضي. بس يعني مو أنا اللي أقول، الأهداف هي اللي تقول. طيب، أما لما نجي لي نظريا يعني إن هذا مو بصحيح إن لاعب واحد بيأثر في المجموعة ككل، لأن أنا على قناعة إن الأهلي من الموسم الماضي واللي قبله
يفتقد لخط الدفاع بالإضافة للحراسة القادرة على أن تخرج وقت أو وقت ما يحتاج الفريق. طيب عموما وش نبغى نقول في الأخير عن الأهلي، هل تتوقع أنه يحدث تغيير، وفيما لو حدث هل هذا منطقي؟ لا بالتأكيد، أولا لا تصور أنه سيكون في يعني في تغيير في الفترة القادمة على الأقل قبيل مباراة الاتحاد في الديربي اللي هو سيكون يوم الجمعة القادم على أقل تقدير، لكن حتى بعد الاتحاد بصراحة التغيير بهذا الوقت أعتقد أنه صعب لأي فريق. لا بالتأكيد، لكن أنا أقول على أقل تقدير أنه يعني مستبعد في الفترة هذه، لكن بالتأكيد أنه على إدارة النادي الأهلي، وأنا متأكد حقيقة أنه هناك في الأهلي رجالات تعرف خبايا كثير من الأمور في النادي، عليها أن تناقش بالفعل ماذا يدور بين إدارة النادي وبين اللاعبين والمدرب. هذا المثلث هو مثلث النجاح للأمانة، هناك خلل في الوسط، عليها أن تفتش وعليها أن تستأصله حتى ما تغير شيء. بس حسن هو هذا السؤال، وما تغير شيء في الفريق، هذا الفريق المثلث اللي أنت تقول عنه هو المثلث اللي وصل الأهلي للنهائي دوري أبطال آسيا. أحد هذه الأطراف الثلاثة فيها خلل، تغير يعني نعم، أو تغير أسلوبه أو أسلوبه أو طريقته تغيرت، وهو ما يحتاج إلى معالجة. وأنا أعتقد طيب. أنه في الأهلي من يقرأ الأحداث بشكل جيد ويعرف، لكنك لا تغلب مسألة الجانب النفسي كثير. لا لا، الجانب النفسي طبعا أنا أقول يعني مش هو السبب لحاله، لا لا بالتأكيد أنه هناك أسباب. أنا قلت من البداية أنه الأسباب الخسارة يتحملها الجميع كما هي بالنسبة للفوز، لكن أتصور أنه في الثالوث اللي ذكرته هذا في جانب يعني يطغى على جوانب أخرى مما أدى إلى هذا الظهور. طيب حمدي، لا أي مدى تستطيع أن تقول أن الاتفاق يعني يطمن بعد هذا التذبذب يظهر ويغيب؟ هل ما زال برأيك نفس الفريق، أو نقول والله أن المدرب يمكن بدأ يتعرف على الفريق ويستطيع أن يعني يبتعد عن هذا التذبذب اللي مر فيه في الفترة الماضية؟ لا، الاتفاق بحاجة إلى تغيير، ينتظرون فترة الانتقالات الشتوية، وراح أيضا يكون في تغيير على مستوى حتى من جلب من اللاعبين الفريق الأولمبي المميزين، بالإضافة لتغيير إضافة اللاعبين الأجانب. طيب. يعني الوضع الفريق الاتفاقي بحاجة إلى فترة الانتقالات الشتوية إلى تغيير ربما يدفع بمستوى لا يكون مستوى تصاعدي بشكل أفضل من الشكل التذبذبي اللي نلاحظه الآن. طيب، من الحديث الفني